وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى بعد التحية، وكيف تابعت ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند؟ أهمية هذه الزيارة وهذا الزخم والحرص على تبادل العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي. مساء الخير لحضراتكم. زيارة في غاية الأهمية، زيارة السيد الرئيس، خاصة أنها بتحمل العديد من الملفات في لقاء فخامة الرئيس مع رئيس وزراء الهند. الرئيس بيحمل معه طبعا أطيب التمنيات للشعب الهندي وترحيب كبير جدا من الهند لفخامة الرئيس، خاصة في الوقت الراهن دائما أعياد الهند اليوم بيوم الجمهورية، وأيضا قمة العشرين اللي هي الهند بترأس مجموعة العشرين في العام الحالي. طبعا العديد من الملفات بيتخذها السيد الرئيس في ضوء المتغيرات العالمية، وأيضا كيفية زيادة حجم التبادل التجاري، وأيضا كمان إزاي يكون في ارتقاء بالتعاون المصري الهندي. وطبعا نعلم جيدا أن في علاقات مميزة ما بين مصر والهند منذ عشرات السنين، ومصر والهند شركاء في قمة عدم الانحياز اللي احنا بنشوفه النهاردة. فخامة الرئيس بيعرض كيفية الموقف الاقتصادي المصري وقد ايه النجاحات اللي مصر بتحققها خلال الثمان تسع سنوات الماضية في تكوين بنية اقتصادية كبيرة أمام أهم مجتمع رجال أعمال في الهند. وأيضا هذا النقاش تم التواصل مع الحكومة الهندية، ونعلم أن كمان تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الحكومة الهندية، من أهمها يعني الاتفاقيات عن المعلومات وخلاف الثقافة والرياضة، وخلاف هذا الأمر الآخر هي الملف السياحة الهندية، وكيفية أن مصر النهاردة بقت قبلة من أهم يعني الأوجه السياحية في العالم، سواء من الصين أو من الهند أو روسيا. فهذا بيشجع كمان المستثمرين في العالم لدخولهم في الاستثمار في القطاع السياحي، وليس فقط في السياحة الهندية أو سياحة الرحلات فقط لغير. ملف رجال الأعمال النهاردة كان الغالب في نقاش في غاية المصارحة والمكاشفة من فخامة الرئيس، هذا ما اعتدنا عليه. ناقش العديد من رجال الأعمال الموقف المصري في قضايا الطاقة وزيادة الاستثمار، وأيضا كمان في أمن المعلومات والبنية التحتية اللي هي تتطور يوم بعد يوم في مصر. تفضلي يا فندم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.